يفوز بهذا السوبر بهذا الاداء لغايه لما نتكلم بعد خروج كمان ياسر ابراهيم. بدايه طبعا بنبارك لجمهور النادي الاهلي اللي انا كنت سعيد شخصيا وهم موجودين النهارده في المدرج. الهتافات في اخر دقيقه واللعيبه محتاجاهم بالظبط، هو يعني كل لعيب كان بيدي اقصى حاجه عنده. مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ناس بنتعلم منها القيم والمبادئ، ناس دايما بتضرب لنا مثل في الاحترام. ببارك دايما او ببارك ايضا لفايلر، فايلر المدير الفني من لحظه ما تم اعلان تولي فايلر لقياده النادي الاهلي شفت الحملات الكبيره، الحملات اللي كانت مدفوعه، الحملات المنظمه خارجيا وداخليا. النهارده فايلر الفاشل زي ما هم بيقولوا بيحسم اول بطوله للنادي الاهلي. النهارده 60 دقيقه مستوى عالمي من النادي الاهلي صراحه. الشوط الثاني هنتكلم فنيا، لكن مدير فني متولي من اسبوعين ونشوف في 60 دقيقه النهارده شغل واداء وهذا التغيير وعوده لاعبين كانوا بعاد عن المستوى زي اجايه رمضان صبحي، وهنتكلم اكتر في الفنيات. يبقى النهارده انت عندك مدير فني يعني ان شاء الله البشاير حلوه قوي يا اسامه، لسه برضه هنتكلم، لكن البشاير حلوه جداً جداً. جدا جدا جدا. احنا ما بنقولش ان هو مدير فني مش عارف ايه ولا الكلام اللي احنا، خلي بالك ده انا بقول لك لسه متولي من اسبوعين، اكيد في اسبوعين مش هيقدر يحط بصمته 100%، لكن هيحط بصمه بسيطه. النهارده في 60 دقيقه بتشوف نادي اهلي يعني لا في شغل في الملعب، الناس كلها تحت الكوره، الناس الانطلاقات اللي تيجي من تحت، الاستحواذ، حتى الفرص، اللعيبه اللي رجعت. احنا النهارده باركنا جمهور النادي الاهلي العامل الاساسي، مجلس الاداره، جهاز فني، اللعيبه، اللعيبه النهارده طبعًا كانت متحمله المسؤوليه. النهارده احساسهم كمان وهم لابسين التيشيرت بتاع مؤمن زكريا وهم بأزر واحد من زمايلهم كان موجود معاهم في الملعب، بنتمنى له ان شاء الله الشفاء ويرجع تاني. احساسهم من المباراه دي بتاعت مؤمن زكريا فكان احساس يعني اللعيبه النهارده بتتحمل المسؤوليه. مبروك لكل المنظومه الاهلاويه. نعم. وكنت اتمنى النهارده زي مباراه الكاس، زي ما نادي الزمالك خد كاس مصر من بيراميدز وعمل ممر شرفي وبيراميدز التزموا وكانوا موجودين فيه، النهارده كنت اتمنى نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك يطلعوا لمنصه التتويج كابتن اسامه ممكن يستلموا الميداليه بتاعتهم. كنت اتمنى نشوف المظهر الحضاري اللي احنا يعني الناس عماله تتكلم عليه كتير، كنت اتمنى النهارده اشوفه. مفيش حاجه هتسرق فرحتنا، مفيش حاجه. انا عمري ما انا مش انا شخصيا طبعا مش هتكلم في هذه الامور، مش هتكلم هو ليه ما طلعوش وليه ما عملوش والكلام ده كله والكلام اللي بيحصل ده كله. انا